وانضم الينا من هناك مراسل الغد كريم قندولي. صباح الخير كريم. اعاده فتح مترو الانفاق في الجزائر كان بمثابه اعاده لتدشينه يوم امس من قبل وزير النقل، لانه فتح هذه المره بسواعد جزائريه 100% بعد انهاء عقد الشركه الفرنسيه. كريم، اطلعنا على الاجواء، مميزات مترو الانفاق، كيف تبدو الحركه فيه، وايضا وقت فتح هذا المترو. صباح الخير منى. بالضبط، هذه بمثابة إعادة تدشين لمترو الجزائر بعد أن كانت تسيره شركة راتبي الفرنسية منذ 2006 إلى غاية 2020. هناك يعني 19 أقول بعد 18 شهرا من توقيف هذه الاتفاقية التي كانت تجمع شركة مترو الجزائر بهذه الشركة الفرنسية وهي الهيئة المستقلة للنقل في باريس، تم أمس تشغيله بسواعد جزائرية وبنظام تشغيل جزائري 100% بعد أن توقف 18 شهرا. ربما هناك أسباب يعني متعلقة بتوقيف الشركة، لكن من الأسباب أخرى هي التكوين والحصول ربما على نظام جديد لتأهيل هذا المترو وزيادة أيضا قدرته الاستيعابية وزيادة عدد العربات وبالتالي تخفيض مدة الانتظار، كلها أسباب، وبالإضافة إلى الجائحة الصحية. نعلم أن مترو الأنفاق يعني هو على امتداد 20 كيلو مترا من ساحة الشهداء إلى مدينة الحراش وأيضا جسر قسنطينة بعين نعجة، وبالتالي تحت الأرض يعني هناك ربما إمكانية لنقص الأكسجين وأيضا إمكانية لانتقال عدوى وفيروس كورونا بشكل مباشر، بالتالي ارتأت السلطات الجزائرية العليا أن تغلقه وتعلق الخدمات فيه إلى غاية تحسن الوضعية الوبائية، وخاصة أن الجزائر عرفت أوضاع صحية صعبة في العام الأول وخاصة أمام الموجة الثالثة التي أثرت خاصة على الأكسجين والمستشفيات في الجزائر. هذا المترو مثل ما نشاهد يعني خلفي الآن إحدى ربما المداخل في نحن نتواجد في محطة المعدومين بالرويسو التابعة أيضا لبلدية جسر قسنطينة. يؤكد وزير الاتصال على أن احترام البروتوكول الصحي يعني جد هام جدا، ويوجد يعني في كل مدخل من داخل ربما المترو هناك عون أمن يصر على احترام البروتوكول الصحي ووضع الكمامة والابتعاد، ويشتغل أيضا بنسبة 50%. الشيء المميز أيضا في مترو الجزائر هو أو قطار الأنفاق هو أنه يرتبط بوسائل النقل ومواصلات أخرى، حيث نتواجد مثل ما قلت في ساحة المعدومين، وهذه المحطة خلفي يوجد فقط هناك يعني الترامواي، وهي من أحدى الوسائل النقل الحضارية والعصرية التي ربما تدعم شبكات النقل في الجزائر وتربط هذا المكان يعني الرويسو بمدينة درقانة وقهوة الشرقي مرورا بعدة بلديات. مسافة المترو هي تمتد أيضا على 20 كيلومترا تحت الأرض كاملة، وبمعدل ربما يصل إلى حوالي نصف مليون راكب يوميا. يعني قد تأثر جدا المواطنون الجزائريون يعني تأثير وتعليق الخدمات بهذا المترو. يتواجد أيضا على يميني من هنا المصعد الكهربائي، لأن قطار الأنفاق يربط العديد مثل ما قلت من وسائل النقل. هناك المصعد الهوائي الذي يأخذك مباشرة إلى حي العناصر وقصر الثقافة. أيضا على مستوى مدينة الحامة وحديقة التجارب هناك مصعد هوائي آخر يأخذك إلى المعلم أو المعلم الثقافي والحضاري والسياحي والتاريخي، مقام الشهيد رمز الثورة الجزائرية. بالتالي أيضا هناك المترو يربط أيضا بقطار ضواحي العاصمة في ربما البليدة وأيضا بومرداس وغيرها من المدن الجزائرية المجاورة، وبالتالي هناك يعني تخفيف للضغط. وزير النقل والأشغال العمومية عيسى بكاي طلب من المواطنين أن يحترموا يعني البروتوكول الصحي حتى لا تضطر السلطات الجزائرية إلى إعادة غلقه من جديد، وبالتالي سيؤثر ذلك على حركة يعني المرور وأيضا الاكتظاظ، لأن المترو لما يكون يشتغل يمر على حوالي 10 بلديات كاملة من بلدية الحراش إلى بوروبا إلى بشرة إلى القبة حسين داي ومرورا بوسط العاصمة وسيدي محمد وحتى ساحة الشهداء بمدينة القصبة التاريخية. بالتالي كل هذه المدن هي مدن
تشهد اكتظاظا كبيرا، وبالتالي يسهل على المواطنين عملية التنقل للذهاب إلى أيضا أشغالهم وأعمالهم. طيب صباحا، خاصة في أوقات الذروة أين تشهد العاصمة اختناقا مروريا. تفضلي. طيب كريم، بعض مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما فيسبوك تحدثت يوم أمس أو ربط فيها بعض الجزائريين بين إعادة فتح مترو أنفاق الجزائر في هذا التوقيت وإنهاء عقد الشركة الفرنسية، وبين خلاف القائم بين الجزائر وفرنسا حاليا. هل لذلك أي علاقة حسب متابعتك، أم ربما كان مبرمجا إعادة فتح مترو الأنفاق في هذا التوقيت؟ بالضبط، لا يوجد دخان من دون نار. هذا الرد كان ردا من طرف السلطات الجزائرية، خاصة على الاستفزازات تقول الفرنسية المتكررة، خاصة التصريحات الأخيرة التي كانت من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بالتالي مجموعة الضربات التي أتت من طرف الجزائر كانت يعني بعضها بإغلاق المجال الجوي، والآن بدأت تتتالى بمحاولة تحرك رؤساء كتل البرلمان بتجريم الاستعمار، وأيضا بما يتعلق بالصفقات التجارية والاقتصادية، ومنها هذه الصفقة، صفقة مترو الجزائر التي كانت تسير من طرف الجانب الفرنسي. بالتالي الجزائر ترسل رسالة أخرى على أنها قادرة على تشغيل يعني خط المترو بما يحمله ربما من تعقيدات، خاصة في الهندسة المدنية ونظام التشغيل، ويعني سيكون كل شيء بأيادي جزائرية، من صيانة القاطرات إلى هندسة المدنية إلى نظام التشغيل، وكل شيء جزائري. بالتالي هذه أول مرحلة، وستأتي حسب السلطات الجزائرية مراحل أخرى متعلقة بإلغاء صفقات أخرى ستكون من نصيب الجزائريين 100% وبسواعد جزائرية. بالتالي لا هناك يعني جانب سياسي في هذا الفتح، وحتى وزير النقل بالأمس أشار إلى ذلك وقال بأن الجزائر الآن يعني ذهبت إلى مرحلة أخرى ولا تحتاج إلى أي تكنولوجيا فرنسية أو أي ربما نظام تشغيل فرنسي من أجل تشغيل مترو الجزائر، مثل ما قلت الذي يعد إحدى الوسائل الحضرية وأول مترو في المنطقة المغاربية والثاني على المستوى الإفريقي بعد مترو القاهرة. شكرا جزيلا لك من الجزائر العاصمة مراسل الغد كريم قندولي.